واحد المشروع واحد المشروع او لا اصلاح اللي تم التصويت عليه وتقدم من طرف هذه الحكومه واللي انتقدته بشده هو يسمى باصلاح التقاعد ولا اصلاح صندوق المغربي للتقاعد. اعطيتو فيه حكم قاسي جدا سميته بالكارثه الى اخره. مؤخرا المجلس الاستشاري لجنة الطقس الحقائق ديالو اللي ترأسها كيترأسها الأستاذ عز بن عزوز أعطت خلاصات وتوصيات، ومن بين واحد التوصية اللي مهمة جدا هو طلبت بتجميد هذا الإصلاح المقياسي. أنتم كنتوا كاتحاد المغربي للشغل صوتوا ضد هذا المشروع ديال الإصلاح ديال الحكومة. طيب عندكم عليه مجموعة ديال الانتقادات يمكن تذكروها بعجالة إلى بغيتوا، ولكن احنا اللي كيهمنا وما بعد هذه التوصيات. شكرا الأخ تيجني. يجب التذكير بالموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل ملي تجبد هذا الملف اللي هذه الحكومة ما كانت عارفة فيه والو. بعدا رحنا اللي نبهنا، وقبل منها كانت واحد اللجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد اللي كان دارها السيد ريس جطو، وكنا غاديين فيها الأمناء المركزيات وأرباب العمل، وكانوا سيناريوهات للإصلاح للإصلاح. أما هذا الشيء اللي قامت به هذه الحكومة لا نطلق عليه اسم إصلاح، فهو فساد فساد. للتذكير بعجالة للمشاهدين والمشاهدات، بغاو يزيدوا في سن التقاعد إلى 63 سنة ومن بعد 65 سنة، راه 63 غير مرحلية. أتظنون أن مثلا رجال ونساء التعليم يبقوا 63 و 65 سنة وبغينا الجودة ديال التعليم، ولا الممرضين والممرضات باش يقابلوا المرضى غادي يوليو المرضى هما يقابلوهم، والناس اللي كيخدموا في شي اعمال شاقه. اذا بغاو يزيدوا في سن التقاعد، وهذا الشيء اللي داروا. من بعد يزيدوا في الانخراطات من 20 الى 28%، وبالمناصفه الموظفين والخدام يخلصوا 50% والدوله كمشغل 50%، خلافا للاعراف ثلثين والثلث. وهذه من ادبيات الاتحاد المغربي للشغل. ثم ما هو خطير وهو تخفيض معاشات التقاعد ما بين 20 و 30%، وهنا عندي جدول ديال اش غادي يضيع لعباد الله. فاذا هذا وتم طريقه الاحتساب. دابا باش الموظف والاجير كيخرج كيحسبوا له السنه بجوج ونص في المئه، هو ما داروها بجوج، اذا غادي ياخذوا ما نسميه بلي بونسيون مينوري، وهذا ما نسميه في الاتحاد المغربي للشغل بالمثلث الملعون اللي قامت به الحكومه. ولكن الحكومه كتقول لك بانه ما كاينش شي طريقه اخرى باش ننقدوا هذا الصندوق المغربي للتقاعد، راه غادي للافلاس. الحكومه من الواجب ديالها انها تقوم باصلاح ديال هذا الصندوق. السي مخارق، شوف احنا ماشي ضد الاصلاح ديال الصندوق، بل احنا من اول من نادى واثار الانتباه الى الاوضاع في الصندوق المغربي للتقاعد. اذا الحكومه بدون مقاربه تشاركيه ورغم الاحتجاجات ورغم المذكرات، وانا شخصيا اما في اطار شي جلسه ولا ملي بعض المرات السي بن كيران كيقول لك الله يرحم باك غير قول لي فهمني، كنفهمو كنقول له راه ماشي مشكل في الاصلاحات المقياسيه لي ريفورم باراميتريك، راه مشكل ديال الحكامه دو غوفرنونس، وهذا الشيء اللي بين هذا التقرير هذا. فتحداوا الفرقاء الاجتماعيين من بعد داو هربوا، تم تهريب الملف الى الغرفه الثانيه في مجلس المستشارين، ومرروه بطريقه تحايليه انطلاقا من حسيبات سياسيه في افق غادي يجيو الانتخابات وغتكون واحد الحكومه وغادي يعطيو لشي وحدين شي مناصب وزاريه. سي مخارق شكون كتقصدوا؟ غادي نقول لك من بعد شكون. ومن بعد الاتحاد المغربي للشغل كان موقفه واضح، قال لا كنتم تطالبون بالاصلاح الشمولي، قال لا بعد لهذا المشروع المشؤوم، وسيبقى يقول لا. ولكن ما قلناش غير لو صافي، قلنا البديل. شنو هو البديل اللي اقترحته؟ البديل قلنا الا بغيتوا ديروا بعد الاصلاح خصكم تصلحوا القطب العمومي كله، الصندوق المغربي للتقاعد زائد صندوق
لأقولها وأؤكدها وأتحمل المسؤولية ديالي صندوق المنكر، وهو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لو ار سي ار اللي كيعطي لهذا اللي ما فيهش أزمة. هذا الار سي ار ما فيهش أزمة، ما عندوش أزمة، لأن ماشي حيت الحكامة فيه مزيان، لأن كيعطي لي بونسيون مينوري. تخيل مثلا واحد مينوري يا أستاذ، مثلا واحد كيشد 6000 درهم في الشهر من خارج في هذا الصندوق، كاين في لي زوفيس المؤسسات العمومية وحتى في الوظيفة العمومية، يمكن ملي غادي يخرج للتقاعد غادي يخرج بالتولوت ديال الأجرة ديالو. طريقة الاحتساب فاسدة. إذن علاش فاسدة؟ لأنك ياخذوا المعدل ديال الأجور اللي تقاضى طيلة الحياة المهنية ديالو. يمكن دخل بليشيل 6 مثلا، كان كيشد من اللي يلاه دخل واحد 800 درهم، مشى قرا ولا دار مباراة ديال الترقية ولا في السلم 11، كيشدوا له المعدل ديال الأجور وكتم تخفيض. إذا قلنا لهم يجب إصلاح القطب العمومي كله، ثم ماذا؟ سيمار إر سي آر. ومن بعد مقترح آخر نعم. وكنقول لهم هذا القطب العمومي غادي يطلب شوية ديال الوقت، بينما أرى نديروا بعض الإصلاحات المقياسية. مثلا سن التقاعد باش يكون إجباري، يبقاو مخلين عباد الله حتى 63 و65، ديروا اختياري مثلا، هو ما أوصت به اللجنة، باش نزيدوا. حنا مستعدين نزيدوا في الاشتراكات ديال التقاعد، ولكن ماشي 50% علينا و 50% للدولة. نعم. الأعراف ديال منظمة العمل الدولية تقول ثلثين على الدولة والثلث، نزيدوا الثلثين والثلث، ولكن تخفيض سن تخفيض المعاش ديال التقاعد حرام. سي مخاري كنتم حرام، لأن المتقاعد ملي كيخرج للتقاعد عاد خصو معاش مريح، إما المرض والوليدات باقي كيتحملهم إلى آخره. ولكن ملي كتكلموا كيتبادر لنا للذهن، يمكن عن خطأ أو عن صواب، بأن بحال كأنه الحكومة ما كانتش باغيه المنفعه العامه ولا المصلحه العامه ولا يعني غاديه ضد هذا الشيء اللي كطالبوا به، اللي كيبان بانه عين العقل. واش في نظركم كاين املاءات خارجيه ولا كاين شي حاجه اخرى؟ الا كانت فعلا انه الحكومه ما غاديش في هذا الطرح اللي طرحينه انتم، شنو السبب اللي خلات الحكومه تستمر في هذا الاصلاح رغم هذه الانتقادات اللي كتوجهوا؟ الله يفتح عليك، غير ما تبقاش تستعمل لي الكلمه اصلاح لانك كتألمني. قول غير الملف ديال التقاعد، لان هذا التقرير اللي جا ديال تقصي الحقائق عظيم. علاش داروا هذا الشيء؟ اولا لا يؤمنون بالمقاربه التشاركيه، بالنسبه لهم سي لا بونسي اونيك، الراي الوحيد هما اللي، وهذا خطا. ثانيا كاين شويه ديال الحرفيه، ما كاين شي وحدين ما عارفينش الملف ديال التقاعد. الو بهذه المناسبه التقاعد وحاجه اخرى يمكن. بهذه المناسبة جا التقرير ديال لجنة تقصي الحقائق، ملي كاع تم التصويت وداز غير بثلاثة ديال الأصوات، هذاك في المجلس المستشارين بثلاثة ديال الأصوات هزيلة. وعلى كل حال ملف التقاعد، ملف التقاعد فما بقينا شيء من 40 دينا. درنا الاتصالات ديالنا داخل المجلس المستشارين من طرف الإخوان البرلمانيين والبرلمانيات ديالنا والفريق ديالنا، ثم طالبنا بلجنة تقصي الحقائق مع مجموعة ديال الأحزاب السياسية، وهو ما وتكونت واشتغلت. ثم جاء التقرير، وكنبغي بهذه المناسبة باش نهني بحرارة أولا مجلس المستشارين ثم أعضاء لجنة تقصي الحقائق، اللي رغم الصعوبات للوصول إلى المعلومة ورفض الحضور وارفض الحضور، هذه معكم في النقابه ما فيهاش ارفض الحضور. سي انا لست مع النقابه، انا كنهضر على داك الشيء اللي كتقرا. كتعيشي الواقع، الاستاذه كنعيشك لان ما جاء في التقرير، جاء في التقرير ما جاء في التقرير ومتبعه، وهذا الشيء مهم. دونك اذا كنبغي نهني اللجنه رغم الحصول على المعلومه والو، حيت ما كانوش لي زارشيف، وقلت لها كانوا كان الزيار. ثم
كما قلتي وجا في التقرير واحد واحد جوج الوزارة كانوا كيجيو يتبردوا علينا في التلفزيون ندوزو كيبينوا هذا الملف ديال التقاعد وغادي ايوا ملي ما بقاوش وزارة واستدعاهم لجنة تقصير الحقائق رفضوا حتى يحضروا حتى صيفطوا لهم العون القضائي جوج مرات باش جابهم بلا ما نجبد سميتهم. ف التقرير عظيم كيدل على سوء تدبير مدخرات ديال العمال والعاملين في الصندوق المغربي للتقاعد. اولا ما يسمى بالمشكل ديال لي طونشيتي المعاشات المدنيه وخلافا للقانون. وهنا كاع اللي جاوا قالوا ودي ما متفقين شيء حتى وزير الماليه السابق سي فتح الله والعلو اللي قال كلمه حق كان ما كانش لي طونشيتي ما بين المعاشات المدنيه والمعاشات العسكريه. كيفاش كنحترموا المشاهدين باش يستوعبوا حنا الجيش ديالنا والمتقاعدين ديال الجيش ديالنا كنحترموهم نعطيهم دمنا ورزقنا ولكن في اطار القانون. الموضوعات ديال المعاشات المدنيه الاحتياطات كانت تحول في شكل تسبيقات وراه بالملايير ديال الدراهم تمشي للمعاشات العسكريه. هذه النقطه الاولى. وذكر معاشات بصيغه مشبوهه شنو كان كيقصد التقرير؟ التقرير كيقول بان هناك معاشات تصرف ما كانش الكونترول يمكن معاشات كتعطى بحال هكاك ماتوا متقاعدين وبقات المعاشات كتحول لهم. ثم ما هو خطير ونادى به الاتحاد المغربي للشغل هو الاول كيقول وك وك عباد الله راه الدوله كمشغل ما كانش كتادي ما عليها لمده 40 سنه وتقدر بالمليارات. انذاك قدرت لمده 40 عام قدرت ب 19 مليار اون برينسيبال دون احتساب الفوائد دون هادشي اللي قلت البرينسيبال دون احتساب الفوائد. فتخيلوا معي كون الدوله عطات 19 مليار ديالها لما كان الصندوق غادي يعيش هاد اذا هذا ماشي مشكل ديال هاد الحكومه حكومات سابقه كتحمل مسؤوليه في هاد السير في هاد عدم الحكامه ديال هاد الصندوق تماما الحكومات المتعاقبه ولكن هذه الحكومه. طب السؤال اين كانت النقابات في هذه الحكومات السابقه كنا لاجل المطالبه باصلاح هذا الصندوق؟ كنا نديد ونحتج وانا كما قلت لك في عهد السيد ريج الطو تبين ما كانش خبارهم. انا باقي اتذكر واحد النهار السيد ريج الطو بطريقته طيب واللبقه والطيبوبه ديالو هو والسي فتح الله والعلو غوت على وفد من الاتحاد المغربي للشغل قال له دير لا كيس ماروكان دروتريت غتعيش واحد الازمه من دابا واحد الخمس سنين الله يخليكم بغينا نهزوا الانخراطات من 7 ل 10% باش نقضوا ومن بعد نشوفوا ندير واحد قلنا له السيد ريج الطو مرحبا ايه ما كاين مشكل ولكن واش اخبارك بان الدوله كمشغل لم تؤدي ما عليها منذ عام 1958؟ قال لي لا ما يمكنش سوى العلوم ما كان خبار والو مهلناهم اسبوع. هذه خطير من كتشوف وزير اول وزير ماليه ما تخبرهمش بان ما الدوله ما كتخلصش. اي وغنقول راه قال التقرير هنا علاش؟ قال التقرير هنا لان الصندوق المغربي للتقاعد كان ملحق لوزاره الماليه وبان كاع المدخرات ديالو والمودعات ديالو تضخ في الميزانيات التسيير وفي مسائل ديال البذخ اللي لا داعي باش نذكرها. فقلت لك مهلناهم اسبوع من اللي جاو يعني اعترفوا قبلنا باش نزيدوا من 7 ل 10% ككوتيزاسيون. شنو مطلوب دابا؟ ككوتيزاسيون ولكن الدوله تخلص ما عليها. ما خلصوا شيء. دابا استاذ التوصيات ملزمه للحكومه او لا؟ قبل من التوصيات كاين المشكل ديال العقارات هنايا. واش دابا غير تخيلوا من بين سوء الحكامه مشاو بناو واحد المقر مركزي فخم هنا في الرباط في واحد الحي راقي شراوه ما عرف شحال من مليار وبناوه مليار. شكون اللي بناوه؟ شكون؟ احنا بعد اولا كنحاولوا نحملوا الاداره ثم الوزاره الوصيه وهي وزاره الماليه هي الوزاره الوصيه على هذا الصندوق هذا. اللجنه ملي جات كتفتحها سمرقات شي هذا المقر اللي في شارع العرعار في حي الرياض باقي جديد ما كاع ما نسجل
parmi le patrimoine ديال الصندوق المغربي للتقاعد. مشاو كيديروا دي استثمارات في امور اللي هي باينه غير مربحه، لوبيراسيون ماناجيم، لوبيراسيون بي ان دي او، معروف هذا الشيء. طبعا شنو مطلوب باش حسن الحكمه من ما فهمتش شنو كطلب؟ لا اولا بالاضافه لهذا التوصيه، اولا هذا الى التجميد ما كانش، الى التجميد خص هذا قرار حكومي على ما اظن، ولكن شنو هما بالنسبه لكم حاجه اللي خص هذا الصندوق يقوم بها بعجاله من اجل أولا استدراك هذه الخسارات؟ احنا كيف ما كان الحال هذه بلادنا ومغربنا، وهذا الصندوق المغربي للتقاعد نبغيه يتنمى، وقع ما وقع، ولكن يجب على الحكومه أن تعترف بالذنب ديالها بأنها أخطأت حينما مررت هذا المشروع المشؤوم. سي مخارق خليني نجاوب وغادي التوصيات. نعم. التوصيات السبعة رائعة. رائعة. يجب أولا احنا نتشبث بهذه التوصيات. يجب على الدولة أن تؤدي ما بدمت لمدة 40 سنة. وهذاك الفائض اللي كانت كتعطي للمعاشات العسكريه دوزوا للمعاشات المدنيه، ثم تحديد حجم المتاخرات. وقالت التقرير ماشي غير يجيو هما يحسبوا بوحدهم، راه حتى حنا كنعرفوا نحسبوا في اطار الحوار الاجتماعي، راه حنا هما اللي بايور دو فون، راه حنا هما اللي كنخلصوا. من بعد ثلاثه وهي اللي مهم، تجميد الاصلاح المقياسي والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنه الوطنيه للاصلاح. ولكن هذا الشيء غير ملزم لانه ماشي حكم قضائي، هذه توصيه تخرج بها تخرجت بها لجنه تقصي الحقائق عن المجلس المستشار. وعلى لجنه تقصي الحقائق منين جات؟ راه جات من طرف مؤسسه دستوريه. وعلاش دايرين حنا هذا البرلمان وهذا لجنه تقصي الحقائق والمشرع علاش دارها وعطاها قوه القانون وحتى المداولات ديالها سريه؟ إلا بغينا نكونوا في دولة الحق والقانون يجب تفعيل هذه التوصيات. طيب يمكن تجميد هذا الشيء. من بعد أستاذ راك استقلالية الصندوق عن ما يبقى شيء، وزارة المالية هي اللي كتضخ الميزانية ديالها. أنا نظن سي مخارق غادي نتكلموا على هذه في الميل في المطلبي ديالكم، يمكن غيترجعوه في النقاش ديالكم مع الممثلين ديال الحكومة المقبلة. ما كاين مشكل. ولكن غير في إطار التساوي بين العمال، كاين العمال ديال القطاع العام والعمال ديال القطاع الخاص مثلا، وانا كان هي هذه الحلقه التصويبيه شي ناس قال لك مثلا احنا عندنا كنشتغلوا في القطاع الخاص، عندنا واحد الراتب مهم نوعا ما، ولكن ملي كنمشيو للتقاعد كاين تقريبا كان التقاعد ديالنا كيكون واحد يعني رقم مزري جدا. واش كاين شي ما عرفتش اهتمام اجراء واحد التساوي ولا واحد المساواه في التعامل بين القطاعين او بين القطبين؟ عندهم الحق. غير للتذكير، هذا الشيء اللي بدات فيه الحكومه راه بدا بعدا كيقطعوا العباد الله. السلاليم الدنيا 1500 درهم سنويا مشات لهم، هادو غير لي سكرتير لي كومي. من بعد 2500 ومشات حتى ل 5000 درهم في العام. ها هما بداوا بعدا هذا ينقصوا لهم الاجره ديالهم.